لازم تعملي فتيحه، كنت هتوديني فتحيه علشان زمرت يعني. طب المره الجايه هبقى طبل. اوعى. طب ما تخافيش هبقى خبط. دي القلعه وده البرج. بيت بابا هناك، والناحيه دي المعادي، يبقى بيت ماما هناك. مسافه كبيره قوي بين ماما وبابا. ولا يهمك، بكره ربنا يقرب البعيد ويجمعكوا سوا تاني. ما افتكرش. انت ناقصك ايه؟ انا مش بحبك؟ طب خلاص، اذا كنت زعلانه انك عايشه بعيد عنهم، اعتبريني بابا وماما وعمك وخالتك وستك وجدك كمان. بس انت بتضحكي؟ طب هاتي بوسه بقى. يا خبر، ايه ده؟ في ايه؟ رحت في داهية عشان خاطر بوسه؟ طب بلاش. يلا وديني على البيت. بيتنا؟ لا، بيت الطالبات. امرك. يلا بسرعه. يلا 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 يلا, يلا, يلا. يا خبر بيت. يلا يلا يلا. ايوه فؤاد، اتفضل يا فندم. ايه ده؟ قصة بقلم امل محمود. عيادة الدكتورة ايمان عبد الحميد. ايه ده؟ دي حكاية معرفة بقى. ايه؟ طب هات بروس المقال. حاضر. اتفضلي. اسم الله. تعرفوا ان فؤاد له منزله كبيره عندي؟ فؤاد شاب ممتاز فعلا. ده زي الانسان اللي نقول عليه شهيته مفتوحه للحياه. ايه الحكايه؟ الانسه ايمان بتخجل قوي كل ما بنجيب سيره فؤاد. ها؟ لا ابدا، انا اصلي كنت. لا ما كنتش. انا افتكر ان الانسان ما يقدرش يقوم بعمليتين في وقت واحد. مقال الليله يا استاذ احمد جميل قوي، انا في الحقيقه جمعته بنفسي. بحس في اوقات كتيره ان صاحب نفس الافكار. المهم دايما هو نظره الكاتب بنفسه للاشياء وللناس، حقيقه موقفه، وجهه النظر اللي بيطل منها على الحياه. ايوه. انما قول لي بقى، ايه اللي تعرفه بقى عن الطب؟ والله يا فندم انا في الحقيقه ما اعرفش غير عبد الباسط. مين عبد الباسط؟ ايوه بارك الله فيك. وبعدين تخليه على مودين. تليفون يا استاذ احمد. عشان ايه؟ طيب على اذنكم. اتفضل. اتفضل. مش نروح بقى يا امل، احنا اتاخرنا. احنا مش واخدين اذن رسمي من قبل نعيمه. خلاص خلاص. انا لسه امل تليفون. ليه انا؟ ايوه الاستاذ احمد عايزك. مين؟ من بيت الطالبات. الو هيام، اخس عليك يا هيام. وده وقته؟ ايمان؟ لا مش جنبي. اظن عبد الباسط عامل عمايله. لا مؤاخذة استنى، لا مؤاخذة. ايه يا عم انت مش حاسب؟ يا خبر هيام، دي في حياتها حاجات لو وقفنا فيها شوية نطلع منها بقصة جميلة. اللي بيعجبني فيك يا أمل انك ما بتاخديش الأمور بسطحية. اتفضلي. لا لا، ايه ده؟ مش عايزة. بلاش. هم راحوا من الناحيه دي وانا مش شايفاهم. تفتكر انت راحوا فين؟ ما تقلقيش، كلها دقايق وهوصلك ان ما جاتش امل. توصلني؟ لا مش ممكن توصلني، انا لازم اروح لوحدي.